اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي بعد اجازه العيد الاضحى. كل عام وحضراتكم بخير. اكيد قضينا اجازه لطيفه وجميله الحمد لله رب العالمين، ولكن لنا هدنه شويه مع المطبخ. المطبخ محتاجين نقف وقفه صدق مع بعض كده، وقبل ما ننزل نشتري المشتريات بتاعتنا نعمل عمليه تشيك على التلاجة، نشوف التلاجة فيها ايه، ديب فريزر، بواقي لحمة، الحاجات اللي موجودة في التلاجة، درج الخضار، الادراج بتاعة المطبخ وهكذا، قبل ما ننزل نشتري الحاجة ونبقى في عملية تبذير عندنا. أنا النهاردة حبيت يكون مع بداية الأسبوع إن شاء الله يكون معانا الأكل بتاعنا لطيف وبسيط. هنعمل الكوسة النهاردة بطريقة جديدة. كوسة معروفة كوسة بالبشاميل اللي بتاخد لحمة مفرومة، أنا هعملها النهاردة بصدور الفراخ، نسبة الدهون فيها قليلة بالتأكيد. معانا الكوسة لطيفة وجميلة، وهنعمل بشاميل بحليب الدسامة بتاعته قليلة. هنعمل النهاردة طبق شوربة جامد جدا، شوربة المشروم بالكرفس. كلنا عارفين ان الكرفس ملك الشوربه، الكرفس بيمتص الدهون اللي موجوده في الجسم، الكرفس بيعالج مشاكل الكوليسترول، فمعانا المشروم كمان بروتين نباتي لطيف وجميل وامن، هنعملها شوربه النهارده بطريقه صحيه ونشوف هنعملها ازاي. معانا بيتزا النهارده بهديها للاطفال الحلوين اللي سمعوا كلام بابي وماما وقعدوا في البيت وقضينا عيد حلو مع بعض، هنعمل لكم بيتزا بالخضار بالزيتون، هنشوف نعملها مع بعض ازاي ولكن مش في الفرن، في الطاسه، هخليكي تعمليها على عين البوتاجاز وتبقى مستوية من ناحيتين وزي الفل. طبعا السلطة بتاعت النهاردة سلطة مميزة جدا، سلطة التشكيلة من الخضار بالتفاح الأخضر مع خل التفاح. كلنا عارفين خل التفاح كمان بيقلل الدهون ويمتص الدهون وبيقلل الوزن، واللطيف جدا كمان بيعمل بيلعب دور كبير جدا في عملية الهيلسي بتاع الأكل بتاعنا وبيساعد على التخسيس. تفاصيل كتيرة في الحلقة، مش عايز طبعا نتكلم ونضيع وقت في الموضوع، خلينا نخش على العمل بتاعنا ونشوف ازاي نعمل أكل بسيط وسهل ولكن قيمته الغذائية عالية جدا وهيلسي بعد أجازة عيد، وفي نفس الوقت كمان مفيد جدا. وتعالوا مع بعض نطلع فاصل صغير، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا نشوف خط سير الحلقه يبدا ازاي. معانا كوسه هنعملها النهارده بالبشاميل مع دجاج مفروم بديل للحمه المفرومه، نسبه الدسامه فيه قليله، ومعانا شوربه المشروم، الاثنين هنشتغل فيهم مع بعض علشان احنا واقفين على النار يبقى في نفس الوقت بيتب الاكل بتاعنا. تعالوا نشوف مع بعض مقادير الكوسه بالدجاج. جرتان، المقادير على الشاشه. كوسه بتتقطع بالشكل اللطيف اللي حضراتكم شايفينه ده كده، بتختارها بنفسك، ويا ريت تنزلي تشتري الخضار بنفسك، حاجة حلوة، تبقى عارفة تعملي الكوسة محشي، هتعملها بشاميل، هتعملها يخني زي ما أنت حابة. معانا صدور فراخ اتفرمت وجاهزة، معانا بصل وتوم، والبشاميل بتاعنا معلقتين دقيق مع شوية حليب الدسامة بتاعته قليلة، وده موجود في السوبر ماركت، وما تنسيش طبعًا مكعب زبدة أو إنك أنت تستخدمي زيت زيتون. البساطة والسهولة والمرونة عندنا. أول حاجة هنبدأ بيها يا عم الشيف عشان نستغل الشوربة بتاعة الكوسة، هنسلق الكوسه بتاعتنا شويه. ميه بتغلى على النار، بنحط فيها شويه ملح صغيرين، واحنا اتعلمنا من الشيف المغازي الملح مع الميه المغليه على النار بيخلي لك الخضار لونه اخضر. الكوسه لما نحطها في ميه مغليه مع عصره ليمون لنا هدف هنا، الهدف الاول ان انا بحافظ على خضار وجمال الكوسه، شايفين ازاي؟ والهدف الثاني عصره الليمون علشان اي جراثيم اي مشاكل احنا نتخلص منها كده وتبقى الكوسه معقمه ومسلوقه زي الفل. وفي نفس الوقت انا عايز استفيد بالشوربه بتاعه الكوسه دي او الميه بتاعتها في عمل البشاميل. شفت بقى التركايه؟ لان بالتاكيد فيها قيمه غذائيه عاليه جدا. نستغل الفرصه واحنا واقفين على النار نحمر الدجاج بتاعنا. بصلايه ناعمه، فص توم حلو محترم، هنستخدم الماده الدهنيه معلقه زيت زيتون، ما نكترش زيت الزيتون كده، بقدر الامكان تهربي من الدهون. البصلايه كده تحمر بالشكل ده كده اهو، والبصلايه بتتحمر بنحط فص توم حلو بالشكل ده كده، عايزين فليفر وعايزين طعم حلو. معانا روزماري اهو زي الفل لسه طازه، معانا زعتر حلو كمان اهوت. انك تنوعي ويكون في روزماري وفي زعتر في الاكل بتاعك ده مهم على فكره، المعده بتفرح بالحاجات ديت اهو. وادي الروزماري، ننزل باللحمه المفرومه او الفراخ بتاعتنا اهو بالشكل ده كده. هتفرميه ازاي ده؟ بتحط صدر الفرخه في الكبه، شيل دي من هنا كده،
اهو البصلية لما بتتحمر وبتاخد لون بتدي طعم اهو. شوف بقى التركية اللي هعملها دلوقتي، عايز الفراخ دي تستوي بسرعة. عندك مية بتغلى على النار، انا حاطط فيها الكوسة بتتحب تستوي، باخد شقشاء منها كده واشرب الفراخ دي كده اهو، هتلاقيها فكت معاك دلوقتي وزي الفل. بتجيب صدر الفرخة تحطيه في الكبة او تنزليه في المفرمة، شايفين الروزماري مع الزعتر ريحة حلوة زي الفل. ادي المطبخ بالشكل ده كده. تعالوا مع بعض نحط شوية شوربة من شوربة الكوسة اهو زي الفل تمام. ادي المية بتاعتنا اللي بتغلى على النار، اللهم صل على النبي اهي. شفت ازاي اهو اهو اهو، الله استوت الفراخ. هتلاقيها معاك دلوقتي عامله زي البرغل وانت بتفلفليه اهو. شفت الجو ده كده، عشان تبقى بديل للحمه المفرومه. عايزه تعملي صينيه مكرونه بالبشاميل استخدمي فراخ مفرومه، عايزه تعملي كوسه بالبشاميل استخدمي فراخ مفرومه، عايزه تعملي بيتزا للاولاد ما تحطيش الفراخ نيه على وش البيتزا، حطها مستويه زي دي كده تبقى لطيفه وجميله والاولاد يحبوها اهو. عايزه تعملي مثلا كانينولي بديل للحمه المفرومه استخدمي فراخ مفرومه، بقدر الامكان نسبه الدهون فيها قليله والدسامه فيها قليله غير اللحمه، بتخلي الفراخ كده على جنب بالشكل ده كده. وتعالوا نعمل مع بعض شويه بشاميل او الوايت صوص بتاعنا. طاسه على النار، هنستخدم زبده ولا زيت، هي معلقه زيت زيتون بالشكل ده كده اهو، بس انا هعمله بطريقه جديده اهو. ما اعمل ايه، باخد بصلايه حلوه اهي في قلب الطاسه مع معلقة الدقيق بتاعتي، بشاميل فيه بصل يا شيف اه، حاجة جديدة جربيها وقولي رأيك فيها اه. وحط المعلقة الدقيق بتاعتي على البصلاية اهي، شوية الوايت صوص بتاعنا اهو، الدقيق يتحمر مع البصلاية كده. هي الفكرة كلها، أنا عارف إن أنتوا شطار في المطبخ وبتعملوا أكل حلو وكل حاجة، ولكن أنا لما بخش في تفاصيل أكلة سواء في التركيبة بتاعتها والماتيريال بتاعها بنوضح القيمة الغذائية لكل حاجة احنا بنستخدمها، وفي نفس الوقت كمان في بقى في تركاية هي سر نجاح الأكلة. معانا اتصال مين من الحبايب؟ طيب احنا شايفين الحليب اهوت، سقطه كده اهو، التقليبة دي كده اهو، شفتي بشاميل سلية وسهل. طحال طبعا يعتبر من حلويات الايه؟ الدبيحة يعني. فممكن برضه يتعمل بطريقة سهلة، بيتحط في مية مغلية يتسلق مع بوكيه جرنيه من الكرفس والبصل والثوم. بعد ما بتسلق بنشيل طبعا الجلدة بتاعته ويتقطع ونعمله بالصلصة، نعمله طاجن زي ما احنا عايزين. البشاميل بتاعي ده اديله دعم كده بشوية شوربة حلوين من الشوربة بتاعت الكوسة اهي اهي، شايفين اهي شوربة الكوسة اهي تخش كده مع البشاميل. البشاميل بتاعي انا ما حطيتش شوربة فراخ ولا شوربة لحمة، حطيت عندي شوربة الكوسة اللي بتغلى على النار اللي الكوسه بتستوي فيها اه. يعني ممكن يا شيف ممكن تستخدمي شوربه لحمه او فراخ، بس احنا اتفقنا مع بعض النهارده الحد من كل اسبوع كالعاده بنعمل اكل صحي، اكل هيلثي، بنعلمك ازاي تعملي اكل بقدر الامكان تهربي من الدهون والدسامه اللي موجوده في الاكله، في المكونات بتاعه الاكله، سواء زبده، سواء زيت، سواء سمنه وهكذا اه. البشاميل بتاعي طلع زي الفل، ما فيهوش زبده ولا اي حاجه، هي معلقه زيت صغيره حمرت فيها البصله، نزلت بالدقيق، نزلت بالحليب، خد القوام بتاعه مع بشاميل اهوت لطيف وجميل. مخرجنا الجميل فرسان التلفزيون المصري الاساتذه المصورين حبايبي زي الفل. بنجيب الكاسرولة اللي احنا هنشتغل فيها، اللي احنا هنكون فيها الاكله بتاعتنا او نجمع فيها الاكله بتاعتنا اه. تعالي يا حلوه، اللهم صل على النبي اه. هنا بقى القرار قرارك، ايه هو؟ انت عايزه الفراخ دي معاها صوص طماطم حط صوص طماطم، عايزه الفراخ بيضه كده تبقى زي الفل مع الكوسه زي ما انت عايزه، يعني لك الاختيار. ممكن تكون صينيه الكوسه بالبشاميل فيها طماطم من الداخل او غير طماطم، تحط معلقه كاتشب، معلقه معجون طماطم، ولكن للامانه انا عايزها بيضه زي الفل، فراخ مش عايزه. ولكن خلينا نحط شويه شوربه هنا كده اهو بالشكل ده كده على الفراخ بتاعتي، تبقى هنا استوت سوا كامل زي الفل تمام. وعندي الكوسه جاهزه بصفيها كده اهي، الميه بتاعتها اهي، واخدها كده
وتعالوا مع بعض نكمل هنا مع بعض. ادي الكوسه بتاعتنا نسقطها هنا كده، شايفين التسويه بتاعتها، وفيتها شويه كده اهو، واحط شويه بشاميل صغيرين. الله، حلو قوي. مش لازم تاخد بيض، وخرجنا بيقول لي نحط لها بيض، مش لازم. وادي الفراخ بتاعتنا، فيها الزعتر وفيها الروزماري. بقدر الامكان هي هنا دلوقتي نسبه الدسامه فيها يعني ممكن 30%. يعني الفراخ برضو مهما كان هي فيها شويه دهون صغيرين. شويه كوسه عندنا اهي، وفيها كل حاجه. صينيه الكوسه دي بتدور على القيمه الغذائيه، موجوده البروتين، موجود الالياف، موجوده. الله، زي الفل يا عم الشيف. اسويها كده وانزل بشويه البشاميل اللي بتوع الحلوين دول كده، شايفه كده؟ تنظيم تيست عالي. الروزماري والزعتر هنا سيد الموقف. طعم الكوسه مع رشه الملح وعصره الليمون في قلب الميه لطيف وجميل. بقدر الامكان ما كترتش بشاميل كتير. عايزه تحط شويه جبنه على الوش، حطي معانا جبنه اهيت، ما تحرمهاش من الجبنه. الجبنه اللي معايا هنا جبنه رومي، هنحط شويه جبنه رومي حلوين اهي مبشوره. شفت الجو ده كده اهو. وجربي صينيه الكوسه بالطريقه دي وقولي رايك فيها ايه. احنا هنروح من بعد فين؟ عندنا السوشيال ميديا، التواصل على الصفحة الرسمية للقناة الأولى، صفحة أكلة أمي. قولي رأيك في صينية الكوسة اللي أنا عملتها دي النهاردة بالطريقة الجديدة، جواها لحمة جواها دجاج مفروم من غير طماطم عشان نستطعم الفراخ، البشاميل بتاعي بطريقة جديدة، وش المكرونة هنا أو وش الكوسة هنا جبنة رومي مبشورة بالشكل اللطيف اللي حضراتكم شايفينه ده كده أهو في قلب الفرن بالشكل ده كده. اللهم صل على النبي. يلا، الصورة من داخل الفرن بتتحدث عن نفسها. ايه الحلاوه دي؟ هرم غذائي، بروتين موجود، نشويات موجوده، الياف موجوده، جبنه وفليفر عالي موجود. خلينا ناخد بعدين ونطلع فاصل صغير، ولكن بعد الفاصل عايزين نعمل بيتزايه حلوه في الطاسه، مش هنشويها، مش هنخبزها في الفرن. اعلمك ازاي على عين البوتاجاز ببساطه شديده، تعملي عجينه تستوي من فوق ومن تحت، الحشوه زي ما انت عايزه حسب ولادك ما بيحبوا. نطلع فاصل صغير، اطرحوا جاي. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا شوفوا مع بعض ازاي فرصه ان احنا نشوف مقادير عجينه البيتزا بطريقه جديده، ونجاوب على الاسئله اللي موجوده على السوشيال ميديا من متابعتنا خلال الاسبوع في اجازه العيد. انا مش قاعد ساكت، متابع حضراتكم من خلال السوشيال ميديا، وبنتابع الصفحه الرسميه للقناه الاولى وصفحه اكله امي، وفيها اسئله كتير. عجينه البيتزا بتتعمل ازاي يا شيف مغازي؟ احنا بنشوف البيتزا بتتعمل في الطاسة، المقادير بسيطة على الشاشة لا تتعدى أصابع اليد العشرة. معانا من الدقيق كوبايتين حسب الكمية، ومعانا من البيض بيضة، ومعلقة سكر وبيكنج باودر ورشة ملح وحليب في مكونات العجينة، ومية دافية إذا احتاجت العجينة. دي المقادير البسيطة السهلة. تعالوا شوفوا هنعملها مع بعض إزاي وإحنا واقفين كده ومعانا طاسة على النار بتسخن. حلوة. أول حاجة هناخد البيضة كده زي الفل، بنخفقها كويس مع زيت زيتون وكمان شوية حليب. العجينة دي بريئة من الخميرة، مش هتحط لها خميرة، هتحط لها بيكنج باودر. شوية زيت صغيرين. ونحط عليهم معلقة سكر صغيرة. ونقلبهم كويس، رشة ملح محترمة كده. حلو قوي زي الفل. معانا عود زعتر محترم اهو، بناخده كده. الزعتر ده موجود عند الفكهاني او بتاع الخضار. في العجينه يا شيف؟ في العجينه، مش على وش العجينه يا شيف، لا اهو في نفس الخلطه كده زي ما انا شغال كده. حلو قوي. بنحط شويه الحليب بتوعنا. تمام، نبدا ان احنا نحط الدقيق بتاعنا مخلوط بالبيكنج باودر. ادي الدقيق اهو بالشكل ده كده. العجينه بتاعتي خلصت، بنشيل الدنيا كده
عشان نفرد العجينه مع بعض. اهي عجينه اتعملت في دقائق معدوده اهو، شفتي دي ما فيهاش خميره، فيها بيكنج باودر. هتساليني ليه؟ لان انا هخبزها على عين البوتاجاز، حاجه كده واخده سكه البان كيك اهو اهو بالشكل ده كده. اخليها بس تلم كده في قلب الكاسرولة او في قلب البوله بتاعتي، وبعدين افردها على الرخامه بتاعتي او على الكاونتر بتاعي بالنشابه اهو. طب دي يا شيف بوغاز نسيبها تتخمر شويه؟ ده خالص، هي دقيقتين ثلاثه كده بالظبط وبنفرد العجينه مع بعض. شايف العجينه اهي؟ ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ اهي لغايه كده احنا شطار. اه اديك علامه كده وانا شغال، تعرف ان العجينه طالعه معاك زي الفل. في مثل يقول لك ايه؟ طلعت من المشكله زي الشعره من العجين. اول ما بتلاقي ايديك طالعه من العجينه زي الفل نظيفه، اعرف ان العجينه زي الفل تمام في ايدك اهو. ايديا طالعه نظيفه اهي زي الفل اهي اهي. بلمها كده تمام، ونفرتها مع بعض واحنا شغالين واحده واحده اهو. شويه دقيق بالنشابه. حلو قوي. الحشوه بتاعتنا ايه في البتاع في العجينه بتاعتنا او البيتزا؟ ممكن نعملها بالفراخ، نعملها بالمشروم، نعملها بالخضار، زي ما احنا حابين. احنا معانا خضار، معانا فلفل، ومعانا مشروم، ومعانا طبعا ممكن نحط لها سجق زي ما انت عايزه حسب الرغبه. ولكن انا هسيب العجينه زي ما هي، وتعالوا مع بعض على العجينه ما تاخد مرحله التغمير او تاخد الراحه بتاعتها، نعمل مع بعض شوربه المشروم بالكرفس. مقاديرها على الشاشه. يفضل طبعا عمل البيكاتا بشرايح اللحم اللي هي بتاعت الاسكالوب دي. بتكلم الجزار بيجيب لك الحته من الفخده، وش الفخده كده بتتاخد من اللي هي بتاعت الاسكالوب، او انت تقولوا له ان انا اعملها اسكالوب، بتاخدها على البيت بتتبليها في ميه بصل وعصره ليمون، وتغلفيها بالتوبنج بتاعها اللي هو الدقيق بمعلقه نشا صغيره عشان تبقى معاكي كريسبي. حمريها في قلب الطاسه بمعلقه زبده ومعلقه زيت. مكان تحمير اللحمه اللي هي البيكاتا بتحط عصير الليمون، مستردة، كريمه لباني، هو ده صوص البيكاتا. عذاب المشروم، معانا مشروم تحط في قلبها زي الفل. معانا مع بعض شوربة المشروب بالكريمة. شفنا المقادير بتاعتها على الشاشة على العجينة بتاعتنا ما تاخد مرحلة التخمير. في عجالة كده هنعمل شوربة المشروب بالكرفس، والكرفس ملك الشوربة يا عم الشيف. المشروب يتقطع كده، وعنوان المشروب في تقطيعه اهو، لازم التقطيعة دي تقول ان ده مشروب اهو اهو بالشكل ده كده اهو اهو. وده موجود في عندك الفكهاني، وموجود عند بتاع الخضار زي الفل، ومصدر غني جدا للبروتين النباتي. يا ما اكلنا لحمه في العيد، ايه المشكله لما نقضيها مشروم؟ اه والمشروم امن، اللي عايز يخس، اللي عايز يعمل اكل هيلسي، اكل فيه رجيم، اكل دايت، اه المشروم اه مفيش منه مشكله خالص. مريض سكر، مريض ضغط، على مسؤوليتي اه. المشروم بتقطع كده، طاسه معانا ميه الكوسه اللي انا سالي فيها الكوسه معانا، ما رميتهاش، هي معايا محتفظ بيها، هستخدمها في شوربه المشروم. دي بريئة من الكريمة اللباني، مش هحط لها كريمة لباني، مع ان المشروب بيبقى لطيف وجميل مع الكريمة اللباني، بس انا مش عايز كريمة لباني. بقدر الامكان نهرب من الدهون. ده المشروب معانا زي الفل اهو، بس انا عايز طعم المشروب. اخد طعم المشروب ازاي؟ اه واحنا مع بعض كده في دقائق معدودة، طاسة على النار اهي، ونار شديدة، اللهم صل على النبي اهو. اخبار النار ايه؟ زي الفل. نعملها بزيت زيتون، مش بزبدة ولا بسمنة اهو. شوف التركايه دي بقى، اول حاجه هعملها بحط بصلايه ناعمه. درجه احمرار البصل ولونه بيديني طعم حلو قوي اه. ما تنزليش بالثوم دلوقتي اه، لان الثوم لو نزل دلوقتي هيتحرق معاك ويمرر لك الشوربه، ويبقى شكله مش لطيف في الشوربه اه. استنى على البصلايه دي ما تاخد لون صغير كده اه، بالشكل ده كده. والبصله بتتحمر، شويه روزماري حلوين. ايه الحكايه شوف النهارده؟ الروزماري والزعتر اه اهو عشان يعطر المعده من لحمه العيد اه اهو. الزعتر والروزماري مهم جدا في مطبخك، سواء الشرقي او الغربي ايا كان المطبخ اهو اهو. ده روزماري حلو. ننزل بالمشروم بتاعنا اللي قطعناه بالشكل ده كده، اشوح المشروم مع البصلايه والروزماري بالشكل ده كده. عندي ميه بتغلي على النار، ميه الكوسه
محتفظ بيها وفكرتوني بالكوسة. أبص عليها في الفرن كده، أخد الأساتذة المصورين حبايبي فرسان التلفزيون المصري وننظر إيه الحلاوة دي يا شيف؟ تسلم إيدك يا شيف. أهو 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 أدي الكوسة هطلعها أهي جاهزة، جيت في وقتك عينيا. أهو طب نبص على الكوسة كده وندلعها كده، الكوسة الحلوة دي كده أهو، دي مش باللحمة المفرومة، دي بالدجاج المفروم والجبنة الرومي عاملة عمايلها والريحة الحلوة اللطيفة الجميلة أهي. صلي على الحبيب قلبك يطيب، اللهم صل على النبي أهي. دلعها لي يا شفيق، حلو قوي. نرجع للمشروم بتاعنا اللي على النار. أه إيه الحلاوة دي؟ تغلى على النار أهي 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 المشروم. أه بالشكل ده كده أه، خلصت شوربة المشروم. أه يلا يلا اهو العب اهو. ننزل بالشوربه بتاعتي. على فكره الشوربه دي مش شوربه فراخ ولا لحمه، دي شوربه الكوسه اهي 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 اهي. ايه الدلع ده يا شيف؟ ايه الزلزال ده؟ اهو وحصريا شوربه المشروم بالكرفس بريئه من الكريمه. هناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، والاكل بتاعنا النهارده هيلسي، بنريح المعده بتاعتنا ونريح المطبخ بتاعنا ونريح وقفتنا من المطبخ، ونعمل اكل لطيف بطريقه سهله، ولكن الحرص في انه يكون قيمته الغذائيه عاليه جدا بتناسب كل افراد الاسره. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. ايه فكره عمل البيتزا بالطاسه؟ اول حاجه بيكون عندك الطاسه وعندك غطا تقريبا قد الطاسه، عشان المفروض ان احنا نغطي الطاسه دي واحنا بنعمل البيتزا في الطاسه. اه والطاسه على النار فيها معلقه زيت بالشكل ده كده، نتخلص من الزيت ده هنا كده شويه ونخليها كده جنبينا. حلو الكلام لغايه كده زي الفل. بناخد الغطا بتاعنا ده كده عشان نقطع العجينة الدائرية بحجم الطاسة، خلي بالك اهو، ونقطعها كده بالسكينة اهو، وبترش شوية دقيق طبعا على العجينة علشان ما تلزقش ببعضيها، ونخلي العجينة دي على جنب. تقدري تعمليها بيتزا صغيرة كده، ميني بيتزا صغيرة للأولاد باللحمة بالفراخ زي ما أنت عايزة. اهو خليها على جنب، وناخد العجينة اللي معانا دي كده بالشكل ده كده اهو، واخدها في قلب الطاسة ألمها كده، واجي هنا شايلها على ايدي بالشكل ده كده يلا اهو، اسقطها هنا اهو. اللهم صل على النبي. حلو قوي يا شيف، ايه الجديد هنا بقى؟ اصبر على رزق، ونغطيها مع بعض اهو، ونجهز الحشوة بتاعتنا. حلو الكلام، ونهد النار كده كاننا بنعمل عجينه كريب، وعلى ما نهد النار نروق الكاونتر بتاعنا. حلو الكلام، مطبخ سهل وبسيط. اه معانا شوربه المشروم على النار، انا مش عايز احط لها كريمه لباني، وشكل المشروم مع الشوربه بتحس انه ضعيف الشخصيه، كريمه اللباني بتقوي من شخصيته شويه، ما ننكرش الموضوع ده. فاقوم اعمل ايه بقى؟ بشياكة باخد معلقتين من النشا صغيرين مع ربع كوب من الحليب، وادوب النشا في قلب الحليب. حلو الكلام، بالشكل ده كده اه، عشان الشوربه يبقى لها قوام كده ولطيف وزي الفل اه. بقدر الامكان هتبقى الدسامه هنا قليله، الشوربه خدت لون بالشكل ده كده. الله على الريحه الحلوه، البهارات بتاعتي هنا شوية ملح وشوية فلفل. الشوربة عندي جاهزة اهيت، البهارات بتاعتنا ملح وفلفل. عينيا، احنا معانا سوشيال ميديا بعد ما بنخلص بنجاوب على أسئلة حضراتكم كلها. الشوربة دي عجباني قوي على فكرة، أشرب منها بطريقة آمنة. يلا نصب الشوربة مع بعض
حبايبي واخواتي فرسان التلفزيون المصري. اه شوربة المشروم بالكرفس، والكرفس يتحط قبل الغرف مباشرة عشان خضاره ولونه وجماله. اهو عيني، اهو 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 اهو، انا عارف انك بتحب الحاجات ديت. اهو ايه الحلاوة دي يا شيف؟ اهو مشروم، كرفس، ريحان اخضر، شوربة صحية ما فيهاش كريمة لباني، لا اهو ما فيهاش زبدة، لا حلو قوي. نبص على البيتزا اخبارها ايه؟ اللهم صل على النبي، زي الفل اهي، مجهزينها كده. ايه الدنيا هنا؟ اه يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي، ادي البيتزا بتاعتي زي الفل اهي، شايفين العجينه؟ يلا نحط الحشوه بتاعتنا واحنا مع بعض كده زي الفل. اه معانا كاتشب او تحط صوص بيتزا عادي، بيتزا سريعه كده زي الفل، العجينه متخمره ما فيهاش خميره، فيها بيكنج باودر، حاجه واخده مدرسه البانكيك. نوزع الكاتشب ده بالتساوي على وش العجينه. عايزاها بقى بالايه؟ بالخضار، اهلا وسهلا. عايزاها بالمشروم، اهلا وسهلا. عايزاها بالفراخ، اهلا وسهلا. الله، والعجينه على بقى على فكره محطوط لها زعتر في قلب العجينه من جوه عشان كده ريحتها حلوه. اه بعمل ايه يا عم الشيف؟ فين الزعتر اللي كان معايا من هنا؟ هو ده اهو، ده معانا، ده ما صدقت لقيته. الزعتر مع صوص الطماطم او صوص الكاتشب بيدي فليفر جامد جدا، وخاصه مع البيتزا المارجريتا اللي هي بتبقى صوص طماطم وجبنه وبس. شفت الجو ده كده؟ دي مش هتخش الفرن، على عين البوتاجاز. حلو قوي. عايزها بالطماطم؟ نحط طماطم، طماطم شيلو صغيره قابلتها اهي زي الفل كده على الوش اهي زي ما هي كده سليمه. الاولاد بيحبوا الحاجات دي على فكره، بتلفت نظرهم على السفر. معانا زيتون، زيتون اهو هي على النار. طبعا انك تسويها التسويه اللي انا سويتها دلوقتي ده مهم جدا عشان الحشوه تتحط على ناحيه مستويه، ما تتحطش على عجين، خلي بالك. عندي كمان ايه يا عم الشيف؟ بصل، نحط بصل. معانا بصلايه حلوه زي دي كده اهي 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 اهي، وانت معايا اهي 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 اهي. عندك سجق، عندك سوسيز، الهوت دوج ده حلو قوي على وشها بالشكل ده كده، جبنه الموزاريلا اهي دي هتتغطى دلوقتي اهو، بتسايه ما خدتش منك وقت، ما عندكيش الفرن، فرن مثلا فيه مشكلة. وارد اهو، الكهرباء قطع ومفيش فرن بالكهرباء عندك، ده وارد، في مواقف بتحصل في المطبخ احنا معرضين ليها، والتجديد مطلوب والتغيير مطلوب. اهو ادي الجبنة اهي، هتسيح دي يا شيف؟ هتشوفها دلوقتي مع بعض. زي الفل يا عم الشيف. في تركاية بقى هعملها دلوقتي، ودي مش لأي حد، لحبايبي بس. أنا عايز الجبنة تسيح. أقوم أعمل إيه بقى يا عم الشيف؟ نصلي على الحبيب كده قلبك يطيب، عند ميه بتغلى على النار، خلي بالك من الحته اللي جايه دي بقى اهو، شفت دي معلقه ميه كبيره، باجي فين هنا كده اهو، بص كده التركايه دي اهو اهو، ايه اللي عملته ده يا شيف؟ اهو اهو، تنزل كده ما بين العجينه وما بين الطاسه وغطي بسرعه، هو ده يا شيف. البخار اللي بيطلع ده بيسيح لي الجبنه بتاعتي وبيسوي لي العجينه وبيخليها طريه. تعالوا مع بعض نعمل طبق سلطه لطيف وجميل. السلطه دي بتتكلم هيلث، بتقول انا خيار وجرجير وطماطم وبصل وخس، كل ده مع بعضه مع خل التفاح والتفاح الاخضر، والمقادير على الشاشه بسيطه وسهله، ومعانا طبق حلو زي ده كده، حلو قوي. تعالوا نعملها مع بعض بسرعه، ومقادير السلطه على الشاشه تاني هقولها، جرجير كل الخضروات اللي موجوده، خس، خيار، طماطم، بصل الاحمر بتاعنا الحلو ده كده، خل التفاح والتفاح مع بعضه كده اهو، اللهم صل على النبي، حلو قوي. الكنوه طبعا كلنا عارفينها، يمكن سعرها غالي شويه، ممكن نحط معلقتين من الكنوه، بنجيب الكنوه بنحطها في ميه مغليه زي البرغل كده ونصفيها من الميه المغليه او نسيبهم،
حسب الكمية يعني، لغاية لما تنفش معانا وتبقى مستوية شكلها حلو، بنحطها على وش طبق السلطة بتبقى لطيفة. ما عندكيش كنوة حط شوفان، حبوب الشوفان بتبقى برضو لطيفة. دي الخضرة بتاعتنا، ودي الجرجير بتاعنا، خير أرضنا، جرجير، بصل أخضر، خس، الحاجات الحلوة دي استفيدي بيها. والجرجير مش مخرم، أنا بكره الجرجير المخرم اللي في قلب السلطة، يعني لما أكون معزوم وأشوف جرجير بقفل نفسي، بتقفل على طول. واخد الخيار ده كده مع الطماطم ده كده أقلبهم، والجرجير ده كده أقلبه، والبصل ده أقلبه معاها كده. شفت وقفتي في المطبخ وتنظيمي للوقت؟ البيتزا على النار تستوي، الكوسة طلعت من الفرن، الشوربة غرفتها وجاهزة، والأستاذة رحاب بتقولي 3 دقايق على الختام. يعني يبقى انت وقتك هنا انت اللي ايه متحكمه في الوقت بتاعك. طبعا انت معكيش بقى لا المخرج ولا البروديوسر ولا حد يزعجك يقول لك مثلا ايه يا شيف وقتك خلص، وانا الموضوع ده بصراحه ببقى عايز طول النهار اطبخ على الشاشه ومعاكم، موريش حاجه غير كده، بس تستمتعوا بالايه بالحاجات اللي انا بعملها، ولكن انت المطبخ انت مملكته، تعملي اللي انت حباه كله. شيل ده كله مع بعضه، اللهم صل على النبي. زي الفل، اللهم صل على النبي. ايه الاخبار؟ نعمين عينيا يا فندم. شايفين اهي البيتزا اهيت زي الفل، شايفين الجو ده كده، نعلي النار سنه، بيتزايه لطيفه وجميله. هغرفها لك دلوقتي وتشوف. زي الفل، ونغطيها تاني. معانا التفاح الاخضر ومعانا خل التفاح، بيقولوا لي فين التفاح؟ حلو. التفاح مش هيتحط كده، التفاح هيتحط بالطريقه اللي انا حاببها. معانا بوله صغيره كده فيها شويه زيت زيتون، فيها شويه ملح صغيرين، سنه بابريكا، شويه فلفل اسود، كل دول يا شيف كل دول، فينا عصره ليمون حلو قوي، معلقه كاتشب صغيره عشان نكسر المزازه بتاعت خل التفاح. حلوه، ودول كفايه، وننزل بخل التفاح ونقلب دول مع بعض، ومعانا التفاح هيتقطع في قلب الايه الصلصه دي. الصلصه هنا، جوزك ولادك ضيوفك اتصلوا وجايين في الطريق، بتنزلي بالتتبيله بتاعت السلطه دي مباشره قبل ما بنقعد على السفره، علشان الخضار بتاعنا الجميل الحلو ده يا عم الشيف اول ما بيشم ريحه التفاح او خل التفاح بيهبط على طول. زي الفل، معانا خل، معانا التفاح بتاعنا بالشكل ده كده. ده لما بيشرب بقى من الصلصه دي بيبقى طعمه حلو قوي على فكره. ايديا كده زي الفل. عايزه تكتري زي ما انت حابه، انا ممكن اقطع نص تفاحيه او اقطع تفاحيه كامله زي ما احنا حابين. على وش الصلصه دي كده ودي كمان. عرفنا ازاي عملنا سلطه الخضار بالتفاح وخل التفاح؟ ده بينزل الكوليسترول، مفيد جدا، كلنا عارفين فوائد التفاح وقيمته الغذائيه عاليه، وخاصة التفاح الأخضر مرغوب في السلطة طبعا. بناخد التفاح اللي قطعناه كله مع بعضه كده الله وينزل على وش السلطة بتاعتي. ايه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ اعمليها كده وجربيها وقولي رأيك فيها، بس بنفس الطريقة اللي أنا اشتغلت بيها. التفاح لازم ينزل في الصلصة دي كده ويتساب وقت التقديم مباشرة كده. الصلصة بتاع السلطة بتاعتي جاهزة، والشوربة جاهزة، والكوسة جاهزة، بقى عندي البيتزا، طبق التقديم للبيتزا جاهز. صلى على الحبيب قلبك يطيب، ادي البيتزا بتاعتي جاهزة. ايه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ الله الله. هو ده، اللهم صل على النبي. بيتزاية ما خدتش وقت مننا بالشكل ده كده، ايه الحلاوة دي؟
شايف السكينه ماشيه فيها ازاي؟ الله، فيها الطماطم، فيها الخضار، فيها البصل، حابه تحطي لحمه مفرومه اهلا وسهلا، تحطي فراخ زي ما انت حابه. مطبخنا النهارده بساطه، سهوله، مرونه، في افكار حلوه. خارجين من اجازه العيد، كل عام وحضراتكم بخير، ويعود علينا الايام الحلوه بخير ان شاء الله على كل افراد الاسره وكل العائله. قدرنا ان احنا برضو نطلع بنعمل حاجه جديده ونريح مطبخنا شويه من المحمر والمشمر والفته والطواجن اللي شفناها في العيد، ونعمل اكل لطيف قيمته الغذائيه عاليه جدا، بتناسب افراد الاسره، الصغير والكبير والكبير والصغير. رؤيه فن ابداع، بتشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا شيف؟ من ماس بيرو. We'll be right back.